السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. مجموعة التواضع والإخلاص. إن كلمني دندم لكم ينتري من دعاء إن يغني من ألم وإرى. الحمد لله. هن له لنا نعلم الخمس صبو جوي جمعة الآخرة دوني دور رجاء أخر هتان أجن رسي من ناشب النايدي sergunu dar mi muhammad sallallahu alaihi wasallam e wudi makka faade madin en hawre sappo jeetati lewru yanar dum ni janvier per mi wahitane wujunaaji di do no gaso do dum ni de no gonte jibin gol anan isa alaihi salam yan hada min arda haji da garan dimen do hande e den ndewa o do du'a o kadim on do ko du'a o masir ni gol allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnatil mahya wa min mati ومن شر فتنة المسيح الدجال يعني يدي هنني اللهم يعني الله إني من أعوذ بك من الموجة معد من عذاب جهنم إمراد لك جهنم ومن عذاب القبر إمراد لك قبرك جنون لك جنال ومن فتنة المحيا إمراد فتنة جورنا والممات فتنة مايد ومن شر إمراد بنع ورد فتنة المسيح فتنة معنا رفع الدجال كنو يزم يوتي دنقرى حديث من دنقرى وعند نور الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم ألا هكون تجيء آدم إلى قيام الساعة هذا رب الدرن ألا هكون تجور آدم لهذا رجل دارو أمر سياك أخبر برد مونج من الدجال مراد الدجال رواه مسلم أنا كتير برد مونج ألا هكون تجيء آدم درنجل دراج ما أنا كتير موت هكون كتير الدجال ألا دون ألا دون وان رواه مسلم لأي لا يوجد هرساك في هذه المدة المديدة أورو دمنا معنا كورسير كورسير دو جورد أكبر فتنة كبير مونو دي فتناجي من فتنة المسيح الدجال إمراد فتنة الدجال حديث ما يلنم نرى صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيتي من قال ما نقوني أون بي من قال أون بيدو مجر وندي أون بيدو يعني إذا خرج من بيتي سيالت أسود مقصبي بسم الله توكلت على الله بسم الله توكلت على الله ميويتي ما دو الله فرزكم وسلي ما دو الله ولا حول بيل ترقل على ولا قوة سنبي على إلا بالله سنتوقع الله ستيجون بينهم يقال له ويهديت أفيونام وكفيت أيونام ووقيت أدن لام وتنحى عنه الشيطان شيطان كذي وحرو قامك أبو داود الترمذي في اللي حديثه كان سعي وغيرهم أتنامو أنتو إذن إذن قرأ حديث ما إذن قرأ نلت دلون ليكنا من الله نوما نمر من جوت على هشام بن عامر نأتي عمران بن حسين من جهة عمران بن حسين رضي الله عنه قصوات صحابة بن الله فقال إذا تيوم يدن يلا مقور كان هشام من دوا ندوم يدن جوته وين يدن واتر وبي أمن إنكم نعنون لتو جاوزونني أنون دهوتن جوتن إلى رجال فهد ورد ما نسب ويتم بن جوتن إدو أنون هشام بن عامر بن جهة فأقور عمران بن حسين يلا ونون هشام بن عامر ويد onun dehoron jawta min jahon faade ko worbe ma kanu gembe latuno ki bi ahbar he buri tawede li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni imordam bi buranu wawde tawede do nular wala a'lam bi burani andugol bi hadith nular burani mi kadi andude hadith nular wala a'lam burani andude bi hadith nular done jewte makko minni imordam joni non o wi sami'tu minani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma ما بين خلق آدم على حق لتفق آدم إلى قيام الساعة درق الدرنقل خلق تقار أكبر قرن مونود من الدجال مراد الدجال ما نفتن قرن مونود على دون وفي رواية كنا نمر من جوتنا على هشام بن عامر إلى عمران بن حسين من جهة بمثل وأدير هذا حديث عبد العزيز بن مختار غير أنه قال أمر أكبر مانا ala hakkune mana tagegol adam a dargol dargal amrun fiyake mana akbar burdu mamnudi min ad-dajjal murade dajjal mana pillido ko hisham ibn amir al-muhaddith mana muslim fitigo hadith rahimu tayyibu sahih muslim yam kana sahabatu latin wa sahaba bi ridwanullahi alayhim bala allah wa mu'in harisina hebindir bi ala hudur du tagegol majalis an-nabi batujinu sallallahu alayhi wasallam jallima
يسمعون بنان منه إمراد مكو كانوا صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم بنك نفتب في دنياهم أدن مأب وآخرتهم أسكت مأب الآخر مأب. وفي هذا الحديث أول حديث يقولون يا أبو قتادة وأبو الدهماء ما نبيل وليده أن كاليته بمجيه بن جوتا نوضو وهو بنقول بأن يبنونك أبو قتادة كانوا أبو الدهماء بمجيه كنا من لا تنوم نمر من جوتا على هشام بن عامر يدو أورو نأتي سمين جوتر مكو من جهة من غرق عمران بن حسين أورو صحابات رضي الله عنه. فقال ذات يوم وين يدو أورو لنون هشام بن عامر وي أمين أي هشام بن عامر أو يعني إنكم أن لا تجاوزوني أن دهرن جوتم إلى رجال فاد ورب ما كانوا بلا تنوك بأحضره بالتعيد لرسول الله ونند نولاد الله صلى الله عليه وسلم مني إمر دام بران متعيد نولاد دي ولا أعلم براني أنظر كلي في حديث يا وتر نولاد مني إمر دام إشارة منك سبقون إلى أن عمران بن حسين فاد وند عمران بن حسين لم يكن أن لا تنوك أكثر أمره يودي إثيانا أرجو التعيد لمجلس رسول الله ونند جون دي مولا صلى الله عليه وسلم بتم مني امرادم ولا اعلم قراني اندر قد في حديث يا وترمك مني امرادم وانما قوني حمله رول امام على ذلك دور حرص هرير دغول مكه ما انا كان هشام رير دغول مكه على تبليغ حديث رسول الله دو يتنغول نولا يا وتر نولا صلى الله عليه وسلم وذكر لهم اجنني بحديث دون يوتني يا وتر جوت نولا صلى الله عليه وسلم تدور فقال ويبكم كم هشام وين سمعت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم على هكون تقول با من آدم إلى قيام الساعة هذا رجل درنقل أي لا يوجد تبتاك هين في هذه المدة المديدة وهو دمون جهد برسير خلق تقول أكبر برن مونود أي مخلوق ما نتقال أعظم برن مونود شوكة سنب وفتنة فتنة من الدجال المراد الدجال لأن تلبيسه سبجيل قول مكو كانكو دجال أجيب قول مكو عظيم النموني وفتنته فتن مكو كقطع الليل البهيم ويكون تجتين جهما نقبل. وفي رواية الحديث أرى رواية في الله قلت حديث أمر أكبر ما نفيه أكبر مونود من الدجال مراد الدجال يعني لشدة البلاء سبسط قول جربوا به مكو ولما يأتي سبلون فأدر به مور من الخوارق مراد جلت الآداج المقرونة جنجكو جرالي بدعواه ندس قول مقع الإلهية الله ينكاغا. حديث ميل النمو أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كالأنذير يعني إذا خرج سيؤيالتي من بيتي مراد سود مقعي بسم الله ويأنون سما يالت بسم الله ما نمفق رجيم إن الله توقلت من يويتي وموكليم على الله دو الله ولا حول بيل ترقل إباو دفنقلا ولا قوة تنبي على إلا بالله سنتوقع الله ما أنا يقال له ما أنا أبي أن هديت أسيوي وكفيت أينام ووقيت دندام وتنحى عنه شيطان وقيتهم. حديث أبو داود في الإمام كي ترمزي النسائيتنا وقال الترمزي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني شيطان وشيطان يعني لشيطان آخر ونان لشيطان قلت كيف لك وهنا ووني رنما وهنا ووني رنما برجل إقرق قد هدي وفي أينام وكفي أينام ووقي دندام وهم باوان داون اون هانتي علام لاول فيرتيكو اچو ييلو يغولو العلامه ابن عثيمين رحمه الله وي معنا جو شرح مكو رياض الصالحين وي الشاهد ونفاد من هذا الحديث امر دي اور حديث قوله بسم الله توكلت على الله فان في هذا وني ادمو دليل على دو ان الانسان وندن ينبغي له نهانا نجم اذا خرج السيء يلزم من بيت مراد سودم ان يقول ان حالت هذا ذكر او ذكر مياد جانتور اندال الذي لم منه إلى ما يرى التوكل يبي تقول أوكل قول على الله دو الله ولي اعتصام رينتر قول به مكو مول رام رينتر رام لأن الإنسان سبن إذا خرج السيء يلتم من بيته مرد سود مكو عرضة فآرن لأن يصيبه لهبة شيء هون أو يعتدي ولا جقت عليه دو مكو حيوان مومنت من عقرب إمر ديهر أو حية ولا مبد أو ما أشبه ذلك ولا غنن لهم فيقول ويان بسم الله توكلت على الله ما بسم الله وكلمة دو الله. وسبق لنا أن التوكل وندن يقول على الله والاعتماد توجن يقول عليه من الثقة جاءه هولار به مكان قال له حسن يقول أولا وقوله وكمل مكة كديري وقول اللهم يا أنا لا إني من أعوذ من مولى بك إمار أن أضل لم يمجد أو أن أضل لم يمجد أن أضل لم يمجد أو أضل ولا لم يمجد في نفسي أو أضل ولا لم يمجد أي يضلني أحد مجنا أو أذل
aw uzilla wala ndim firgitenta goddo manami saata dum min azalali wo wal khata dum jumla tan aw uzalla wala mi firgite manami saata ay ahadun yatawassalu mana goddo yotto li fi'li al khata'i mana faade gollugol jumre faljere yasduru minni ndeno yalta immorde am aw awlima wala ndim aw awlima wala ndimi toñata ay awlima ghayri mi toñata nam aw ulama wala mi toñe ay yawlimu ni toñe mi ghayri aw ajhala wala ndimi majjata yani asfa maana asfa maana mi daaya aw ajhala maana wala ndimi daayata ay asfa ndimi daayata aw yujhala alayya wala majja dom ay yasfahu alayya ahadun goddo daaya do ويعتدي وجقت علي يده احد قوت ما انا جقت توني فهذا ذكر وهذا ذكر لا ينبغي نهاني ان يقوله الانسان ان حاله اذا خرج سيلتي من بين بيته امراد سودم لما فيه سبدم كونه من اللجوء امراد جونغول الى الله فاد الله سبحانه لا بل ود تعالى ايتول والاعتصام مول ترغل به ما قال الله وسبحانه دعوه اللهم انا اعوذ بك من ان اضل او اضل او اذل او اذل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ما أنا اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ما أنا أهالرهم مني والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله.